مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فطاير لشرب الشاي. فطاير كتير كتير طيبين وبعجينة بتتحضر بخمس دقايق وما بدها وقت لنخمرها، بتتخمر كمان بخمس دقايق. عجينة هشة وقطنية وكتير كتير ناجحة 100% من اول تجربة بهيدا الشكل الرائع. بدنا نعملهم بعدة نكهات. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى عليكم تعملوا لايك وشير للفيديو، المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. ولنبلش الفيديو مع بعض. بسم الله. عندنا كوب حليب فاتير، بحطهم بالفنجان. بنحط ظرف خميري، يعني ملعقة طعام خميري فورية، ملعقتين طعام سكر، خلطهم مع بعض، بغطي الفنجان وبحطهم على جنب لتتفاعل عنا الخميري. بعد ما حطينا الخميري والحليب والسكر ليرتاحوا على جنب ليتفاعلوا مع بعض، عنا هون نص كوب زيت نباتي، نص ملعقة طعام بيكنج باودر، وملعقة طعام لبن يوغرت زبادي. بنحطهم مع بعض بالعجانة وممكن تعجنوهم بجاط بإيدكم، ما في أي مشكلة. بخلطهم شوي مع بعض، بحط فوقهم ربع ملعقة صغيرة ملح، وبحط 3 أكواب ونص طحين، كوب 2 3 ونص. حطينا 3 أكواب ونص طحين. هلا الخميرة اللي عنا تفاعلت منيح وصارت بهيدا الشكل، يعني لجهزنا الخلطة كانت الخميرة عنا متفاعلة منيح. بحطهم فوق الخليط، خلصنا من عجن العجينة. بغطي العجينة وبتركها ترتاح 5 دقايق. عنا هون بدنا ندهن وجه الفطاير، دقة الكعك، بهارات الكعك، ينسون حب، زيت نباتي، حبة البركة، زعتر، سمسم، سماء. إذا عندكم أي شيء أنتم بتحبوا تضيفوه ممكن، بينفع، ما في أي مشكلة، تقدروا تضيفوه. بدنا نبلش برق العجينة. فكرة هيدي العجينة ما بحاجة تحطوا تحتها طحين او عليها انتو عم بترقوها، عشان فيها كمية كافية من الزيت انها ما تلزق عنا. بدنا نشكلها للعجينة هلا بهيدي الطريقة. بدنا
لفها بهيدا الشكل وبحطها على ورقة الزبدة. نفس الشيء وعلى ورقة الزبدة. بدنا نشكل عجينة تانية كمان، طريقة تانية. كمان تشكيل بطريقة تانية، منقطعهم بالقطاعة بهيدي الطريقة وبحطهم على ورقة الزبدة. هيدي العجينة اللي بقيت عنا كمان برجع بعجنها وبشكلها، ما برميها. هول الفطاير بعد ما شكلناهم مع بعض بدهن الوجه زيت نباتي، ما بحاجة نحنا ندهنها، بس لازم ندهنها عشان نحط الخلطة البهارات اللي بدنا نحطها على الوجه يلزقوا فيها. بعد ما دهنا زيت نباتي بدنا نرش الخلطة اللي عملتها انا وياكم. هون زعتر رح حط، سماق، ينسون. ينسون كتير بيعطي طعمة طيبة للمعجنات. سمسم، حبة البركة، عم حمل فرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل، وبرشي كتير بسيط من بهارات الكعك، دقة الكعك. هلا بدخلهم على الفرن. هول الفطاير اللي عملناهم اخذوا بالفرن 7 دقائق، وفيكم تفتحوا الفرن تتاكدوا منه وتشيكوا عليهم ما في اي مشكله. هول الفطاير اللي عملتهم انا وياكم، بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.